شايف ان يعني الفتره بتاعتنا بتاعت المنتخب الناس كانت بتتكلم على الاداء، الاداء ما كانش كويس بالظبط، الاداء، احنا مشينا عشان اداء، مع ان انا مش مقتنع بالكلام ده كله يعني، ولكن دلوقتي ما فيش اداء. طيب انت من انصار اللي هو الناس اللي بتعتبر ان الكوره بالنتائج، فانا دلوقتي لا ما انا بخسر الاثنين، ماشي، انا اداء ونتائج طب ما انت بتقول بس. لا، ما قالوا لك عشان الاداء انت ما اقتنعتش، ايوه ما ما هو اقتنعتش، دي حقيقه بس ان النتائج الاداء، كانت كويسه، ده اللي اتقال ان انتوا لا الاداء مش كويس بس فلازم الاداء فعلا ما كان، يعني خلينا نعترف انا كنت اول واحد بطلع بقول الاداء مش كلنا كويس عادي وضع طبيعي، بس انت احنا بتقول بص انا يا مش بركات، معترف ان انا مشيت عشان الاداء مش احنا كويس. عملنا ماتشين الاداء كان فيهم كويس، جزر القمر وتوجو في توجو، عليك نور، توجو في توجو ثلاثة، كنا لعبنا ست سبع لعيبة وجزر مختلفين القمر أربعة. وكسبنا ثلاثة، والأداء كان من أول دقيقة لآخر دقيقة تمام، وحتى الناس اتكلمت بشكل كويس وقلنا هنستمر، وجزر القمر هنا على ملعبنا واشتغلنا بشكل كويس من أول دقيقة، وهم الماتشين دول اللي أنا بكلمك فيهم، مع إن الظروف كانت بالنسبة لك صعبة، كنت بتلعب كل ثلاث أيام والدوري في لعيبه ما مضغوط بتقدرش وفي تجي لك لعيبة علشان ظروف كورونا، انا كتير فاهم جدا الحاجات دي جدا كلها. جدا يعني. أنا مش عايز أتكلم على اللي فات عشان الناس ما تفتكرش لا ده، أنا لا جاي لا أتكلم على خالص، اللي فات انا بصراحة، خلينا أنا نتكلم بتكلم منتخب في مصر الموجود وده اللي دلوقتي. يهمنا. فاللي عايز أقوله لك، أنا بشوف أداء مش كويس، توظيف لعيبة مش كويس، تشكيل مش كويس، ما خدتش البطولة، فبالتالي مفيش حاجة أنت رحت بيها لحاجة مختلفة يعني، وجهة نظري الشخصية بس يعني. ما الناس يكون بتقول في لعيبة ظهرت وعلمت شوية وممكن تغير وجهة نظر الراجل في الفترة اللي جاية وتكون معاه مثلا في كأس أمم أفريقيا. هو في مين اللعيبة، عشان بس الناس برضو ايه يعني، احنا عندنا السوشيال ميديا لا انت كتير تقول لي بقى، والاعلاميين يبقى انت كتير. تقول لي وجهة نظرك، يبقى انت كده شكلك من يعني ممكن تكون مش مقتنع ان اللعيبة اللي كانت موجودة دي ممكن يكون في حد منهم مثلا ليه دور الفترة اللي جاية. لا هو ممكن يكون في واحد او اتنين بالكتير قوي، وما يكون دورهم مع الوقت، ما مع يكونش الوقت دوره اساسي، مش بصفة أساسية. لان اولا منتخب مصر ما ينفعش فيه التجارب كتير، انت من الصعب انك تعمل لعيب دولي، لان بتحتاج فترات كبيره جدا جدا، اولا بتحتاج دوري منتظم، دوري فيه جمهور، فتره اعداد مع منتخب زي ما كان الكابتن جوهر الله يرحمه بيعمل، او كابتن حسن شحاته، تلعب مباريات وديه كتير، فبتخلق لعيب دولي، والجمهور والضغوط والكلام ده كله وتيشيرت المنتخب دي مش سهله. احنا انت اتحطيت لعيبه اول مره تلعب قدام الجمهور، وجمهور مختلف، خلي بالك مش مثلا 100,000 متفرج في استاد القاهره ومباراه مصيريه وهتلعب مش عارف ماتشين في كاس العالم، تلعب موضوع مختلف جدا، فالناس فاكره ان انت ممكن تلعب كده وبتاع او تعمل ماتش مش عارف مع السودان. مع احترامي للسودان، مع احترامي للسودان، انا بتكلم انك عشان تعمل لعيب دولي محتاجه وقت، فاحنا هنا بنكبر قوي اللعيب وبنعمل له مشاكل كبيره جدا، وهو بيروح في حته تانية وممكن بمجرد يكمل. أول ماتش طبعا إن هو طبعا مثلا لاعب طبعا سجل كان طبعا، كويس، فأنت عارف يا بركات، عارف الراجل لو مثلا خلى احمد رفعت يعمل ماتشين ثلاثه ورا بعض اقول لك لانه عنده الخامه وموجود، واحمد رفعت كان موجود معانا في ضمن ال50 لما كنا بنختار مع الكابتن والله حسين. انا دايما بقول كده، ان حتى ما حد يجي يكلمني بقول له احمد رفعت حتى لو ما كانش موجود كان على الاقل في اللائحه الكبيره اللي هي بتبقى موجوده بالظبط من 35 ل 50 اسم على طول كان متواجد، وهو عارف، ما هو انت كنت بنكلمه وبنقول بالظبط، له وجوازه وكل حاجه، بس انا مش برضه مش ما بحبش ارجع لورا، عشان انا يعني عايزين المنتخب يبقى في حته يعني تانية. حلو. يعني احمد رفعت مثلا، ما دام انت ذكرت احمد رفعت، انت شايف احمد رفعت هل هو من، انت دلوقتي قلت لي مثلا ممكن لعيب او اتنين في المجموعه دي كلها هو اللي ممكن يبقى لهم دور في اللعيبه الجداد في اللعيبه الجداد، مين الاتنين؟ انا اشوف، عشان في مشكله في الباك رايت، في نفس الوقت عمر كمان لعب واحد بيلعب في اكتر من مكان، فانا اشوف ان عمر كمان لعب واحد، واشوف ان احمد رفعت في الجداد، في الجداد. في الجداد. لو تفتكر انا كنت بتكلم على عمر كمان لعب واحد مع الكابتن حسام، وقلت بالظبط. له على ابراهيم عادل برضه فتره في المتصدرات ما كانش موجود، رمضان وتريزيجيه كان مصاب، لان انا كنت شايف فيهم خامه كويسه وابراهيم كان وممكن يبقوا هيبقى لعيب موجود في دوليه. البطولة يعني، بس بالظبط عشان كده استبعاد لعيب بيراميدز يعني بالظبط علشان كده الدور ال 32 الاضافي. بالظبط، فهو انا اشوف ان هو عمل لنفسه مشكله كبيره جدا جدا، والمشكله هو اللي عملها، ولو كان بياخد براي جهازه انا اعتقد ان كانت الامور بقت افضل من كده، لان هم عارفين وشايفين ومتابعين مش كل حاجه
العين. انا بشوف ان المدير الفني اللي عنده عينين عنده 4 6 8 والراي في الاول والاخر ليه، ما عنديش مشكله، انما ما تاخدش حاجه خالص وما تسمعش كلام المدربين اللي معاك، لا هنا لازم تقف هنا، لان في حاجات اللعيب ممكن يوصلها للمدرب العام او المساعد وما توصلوش هو، او توصله بطريقه مختلفه. فانا اشوف لا، من وجهه نظري الشخصيه ان المنتخب بالنسبه لي في البطوله دي علامه استفهام في 3 4 حاجات يعني. طب كابتن طارق، يمكن